بأقل مجهود. الأهم الفوز والوصول إلى الدور القادم. كرة إلى حسين، الله عليك الله عليك، اختراق وعرضية ورأسية يا جنيني، كملها عشان حسين كمل. آه يا سامي، كرة كان بالإمكان أفضل، كان بالإمكان أن يسجل كسار، أن يقدم، أن يعيد ويعدل النتيجة لأحد، لكن إبعاد في التوقيت السليم من ألماو لتعود إلى قلفة 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 وهو متقدم، وحتى الآن وهو متعادل. الميدة نعم حلو الفرد، نعم نعم حلو الفردية، لكن حسين بتدخل سليم والكرة إلى كورنر لمصلحة الحزم. يتفاعل الجمهور مع عبودي، برازيلي مميز بصراحة، مميز. حسين عبد الغني بيخلص الكرة بشكل حلو، حلوة يا حسين. الله على السنوات، الله على الأيام، على السنوات، على العمر، على التاريخ، على محمد العمري. بانجورا العمري الآن يلعب لمسات تكتيكات ريدوية جميلة، هذه عرضية وحسين عبد الغني بالرأس لتأتي الكرة الآن. مراد الرشيدي لبانجورا، أول المحاولات، أول المحاولات لهذا الفرنسي من أصول غينيا. النصر في هذه الأمسية، فيكتور أيال اللاعب الباراغواياني، والكرة الآن داخل منطقة الجزاء للنصر. السهلاوي محاولة والتسديد، أصليهم يغير الاتجاه، تقدم حسن معاذ، فقد كرة حسن معاذ، تقدم حسين عبد الغني، تقدم حسين ومحاولة على الطرف الأيسر، أخذها محاولة عرضية لكن عدت إلى خان، ويعيد إلى الأذهان وليد عبد الله النجم الكبير يتعمق في الكرة الماضية. عبد الغني محاولة من الفريدي، ضغط رافينيا إلى خارج أرضية الملعب. هذا من الكرات اللي قليلة شاهدناها يصل إلى من محبو جماهير نادي النصر ومن حتى النقاد. حسين عبد الغني يلعب الكرة، أدريان محاولة، هياها أمام المرمى، رابعة، جول نعم جول كبيرة والله يا نصر، واللاعب الشاب النجم. وارقام قياسية وارقام جميلة حققت في هذا الموسم. مرور حسين عبد الغني الأكثر من رائع في اللقطة الماضية، الكرة فيها استخلاص وعودة لصالح النصر، تتخلص على طول لتعود المباراة باتية سريعة لصالح النصر. يريد أن لا يدخل بأي مفاجأة، البالونات الآن في السماء، والآن نشاهد النصر الذي يريد أن يقف مع لاعبيه، لكن الفريدي يحاول بأن يقف بالنصر من جديد. الكرة إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. رشيد الخرجاوي، شكل المباراة ممكن يكون بهذه الطريقة، إلى أن يسجل النصر، ربما يحاول بمرتد الخليج، على كرة مع حسين، جهز بالرأس وأبعدها يوسف خميس إلى ركلة زاوية، ضغط كبير، هذا يوسف خميس 25 سنة الآن. بقدم حسين عبد الغني نجح النصر في تسجيل العديد من الأهداف. حسين يلعب كرة لمن؟ هذه حلوة 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 الكرة، حلوة الكرة، لكن مسلم آل فريدي يتألق. عمر هوساوي الكرة محولة على أن عمر يصنعها. غالب إلى حسين عبد الغني،
السامي لعبه عاليه واماميه خلف المدافعين امام المرمى الرهب ايضا الله الراهب 1-0 المنتخب الأوروغواياني سابع التصنيف الدولي واللي يبحث أيضا هو الآخر عن فوز جديد يضاف له ويضاف إلى سجلاته كرة ملعوبة في الناحية اليمين صعب كثير يا رجل هذا هو يعني فايز يعني هو متقدم بهدفين تياغو نيفيز يلعب كرة عرضية عدت إلى خارج الملعب حسين عبد الغني يتدخل اللاعب اللي قدم مباراة كبيرة جدا حسين عبد الغني صاحب 37 سنة في مرمى في 6 المباريات الماضية بواقع أو بمعدل هدف في كل مباراة حسين عبد الغني يمر يسقط يتحصل على خطأ بالنسبة للقائد حسين عبد الغني اللاعب اللي كلما زاد فيه العمر كلما زاد الشغف